أو باي ذا واي، أنا سعيد جدا بإسلامي. أخي أندرو تيت، أشهر رجل في ولا خوي الشيخ صار، ولا خو إليا أندرو تيت، أخي أندرو تيت، تخيل أخي أندرو تيت، يا ربي علمه فقهه وفقهه في الدين، حل داير اونلي فانز صاحبي، هولي فاك، قل له فقه يا ربي، فقهه في الدين كما هو في القرآن، وفهمه وطبقه، والصحابة والصانع آمين، سبحان من جعل دخول الإسلام يجب من قبل. تقاعد مازال هذا داير داكشي ديال المرأة، مازال داير داكشي ديال المرأة ولا ما دايرش ديال المرأة الموظفة؟ سؤال الشيخ صار، الشيخ صار طلق ديك اللعيبة ديال لا تتزوج المرأة الموظفة، جو بونس هضرنا عليها في الستريم اللي فات، يعني الميمز ديال المرأة الموظفة دير هيلاريوس صراحة. هادشي اللي زوين خرج منه، المغاربة كيشدوا شي حاجة كيقلبوها خرية الضحك، كيقلبوها ضحك. سو جو بونس، انا والله اعلم، جو بونس كو تخلع، هو جو بونس كو تخلع، شاف داكشي عاوتاني بدا تيكبر عليه، راك عارف بنادم صاحبي واخا هكاك ما عندوش الهارت لهادشي. لا ما يغرقكمش ديك الهضره ديال الشيخ صار وكدا وهاد البلانات، السطر دغيا دغيا كيتخلع، دغيا كيتدهشر، كيشوف بنادم كيهضر عليه. اي سو ليتس سي، مازال كيهضر على مضطرات للعمل، على كدا، نصيحة إبليس للأسف. اي جو بونس حيد داك البوست صاحبي، واخا سدو لينا مجموعة، جو بونس با الدراري كسدو ليهم المجموعة، جو بونس كو هو سدا ودار فيها ديك اللعيبة ديال شربوني العصير، غالبا ديك اللعيبة ديال شربوني العصير ديال داك الصاد. وخاص تدو لينا مجموعة مغاربة ضد الزواج بالموظفات، وصلت 57,000 في أيام حملة السينيال والقرصنة من مجموعات نسوانية. هيز لاين الدراري، الفيمينيست ما كيعرفوش يبيراطيو. المهم أنا في مينس بحالوش يعرفوا يبيراطيو هاد الدراري، ام جوكين الدراري، هاي كلشي المساواة، حتى الفيمينيست كيعرفوا يبيراطيو. ولكن الشباب مقتنعين بالفكرة، ما توقعتش هاد التفاهم الهائل، غرضي ما كانش الاستفزاز، الحرام غرضه ديما الاستفزاز، ولكن معليش الشباب بزاف مقتنعين بالفكرة، ما توقعتش هاد التفاؤل الهائل، احترم قناعات كل واحد، لكن عدم الزواج بالمنطقة هي نصيحة انصح بها كل من احبه من اصحابي من اجل صلاحه وصلاح بيته، نصيحة لله. This is beautiful الدراري، تنصحكم. Alright, let's see بوست ديالو اليوم. تطبيق احياء اللي هي مبادرة ديال مشروع مدير الدخل بالنسبة للأرملة ام ايتام. ويت، كيفاش دابا ما بغيتيناش نتزوجو بالموظفة وانت باغي تهز تمشي للأرملة دير لها مشروع باش تخدم؟ وير مانس المشروع هذا بالنسبة لهاد الأرملة، هو هذا اللي كتشوفوه فيه دابا في المراحل ديالو النهائية، واللي هو واحد المحل اللي غادي تبقى تصاوب فيه البغرير الملوي. صوب محل باش تبدا تطلق مع الرجال كل نهار اصاحبي، من الصباح حتى العشية الرجال يجيو يشريو عندها وتهضر معاهم وتتعامل معاهم وتتاتا وهي كطيب. ولكن دابا انا ما نتجوش بهاد الارمله الدراري، باسكو موظفه ولا خدامه ولا خاص تكون غير موظفه في الدوله، واش هما ضد غير موظفه ضد الدوله ولا ضد انها تكون خدامه اون جينيرال؟ هيز ايديا ذات الموظفه ويل بي تارجيتد باي المدير، مي الا كانت مراتك هي المديره هانيا دونك. فاش كنت في المغرب الدراري كنت مدير for a period of time، my company كانوا خدامين فيها عيالات الدراري، كانوا خدامين العيالات الدراري، ما يمكنش مرة تكون مديرة. let's have a look at الدراري، دوك الميمز اللي كاينين، الزوجة ديالي والمدير ديالها تزات عندهم بنت، انا في السبوع امين. هاي مرتك الدراري فاش تكون موظفه. Right, so your total tonight will be 1884. Oh, babe, don't worry. I got it. You're good.
مروان اعترف بلي تزوج وطلق. يا اي ديد اكشلي لورد طالبي، اي ديد تزوجت وطلقت وولدت واحد الوليد سميتو لورد طالبي، ومازال تابعني ولد الكلبه حتى في تويتش. فاكين شيت، تنقول دير ما ديك امك تشدك اصاحبي عندها وانت مازال تابعني. بابا بابا فاك اوف الصاد، ما غاديش نعترف بك. يا مو كانت موظفه داكشي باش طلقته، باش طلق كرف شي شهيوه من داكشي الرفيع لمراتي والمدير ديالها من بعد ما ضاقوا كاع الشهيوات اللي صوروا. هاد الاحساس ديال صيفطتي مراتك تخدم مع انت راجل، انت غترجع تكمل نعاسك والله ما يفهموا اللي مزوجين بربات البيت. اي شيت اس فاكين هيلاريس. انا ومراتي الموظفه فاش كيكثر علينا القيل والقال. هادو يطالع عليه زاد صافا. كندخل صاحب للدار وكندخل صاحبو كنتحل عليه شنو راسك وست طيجين وبارك الله الهضره مستعيانة دابا مريضة سكت عليك بارك الله وي ناري بقاو دا عزيز. هولي شيت او ماي جاد ذاتس كريزي. اي اي امين شاز ا بوينت. انا والمدير ديال مراتي فاش لقينا ولدنا كيشبع على الاساس والله اتفقوا ديال المغاربه واخا كيشدوا شي موضوع. دابا مع تسالى لكاس العالم ما كاين ما يتقود، خصنا ضروري نكرياو شي لعيبه اصاحبي. تسالى كاس العالم اصاحبي تجيك ديبرسيون، يا خاصك تشد في شي واحد داك المراه الموظفه وتشد حتى في داك اللي قال لك المراه الموظفه، فهمتي كلشي. المدير ولدي شيت سعدي وفرحي بولدي ولا كيترافق ليا مع ولد المدير. انا فرحان حيت مراتي غادي تبدا تدرس اللغه الانجليزيه في المؤسسه الجديده، الله يسر الامور. God damn I would love to have اصاحبي شي استاذه بحال هكا. المدير قال لي المدام كتعطل نهار الاثنين في الصباح، لقيت ليها حل خليتها تبات عنده يديها معاه الصباح وزدت تعجبته قلت ليه بون ديفيد سومان. دابا انت راجل شويه تي بمجمع الرجال ترجل راه لاعبين ناقصين. نزلش المستوى ديالك حتى تجي المدام هي اللي تفهم معاك. منى ياك مراتي في الخدمة وقالت لي صوري اش كدير فاش كتخرج مرتي الموظفة كنت بعام من اللور نشوف الطوموبيل، طوموبيل المدير اللي كتركب معاه كي دايرة وكنلقاها مرسيدس غالية. Ah, this is going too far الدري. انا في السطح كنلعب بالحمام باش المدير ومراتي يلقاو راحتهم مزيان في الدار. وجدتي لينا شي غديوة يلا. اني تواتش هاد المسلسل ولا فيلم فاش العساس كيتصر لكن مراتي معمر ليها المدير عينيها. شكرا اخويا ماشي مشكل. انا هادي السيريا، هادي السيريا اللي كنا كنتفرج. غير هو يكون حسن تسنيتي لنا على برا على ما نبدل الحوايج. ديريني بحال ما كاينش
شو معه تانيها؟ ما عادش نتعطل. أنا شوية وأنا معك. حيدي صباط نشوف رجيلاتك. أنا Game of Thrones الدراري عارفين داك الكاركتر اللي تيقول الملكة حيدي صباطك نشوف رجيلاتك. المدير ديال المدام عنده عيد ميلاد وقالت لي نحمر فيها وجهها. عرفت لي تسي الدراري فاش غتحمر لمرتك وجهها قدام المدير في عيد ميلاده. المدير هناني اليوم من الطيارة. نتغداو انا وياك في ريستوران فامتي كوان سامبا. نتغداو انا وياك في ريستوران فامتي كوان سامبا. نكملو خدمتنا نيت. ما كرهتش ولكن بليز بليز I don't want to hear it because I have a big problem with this world. انا تنكره شي حاجه سميتها ولكن بليز ليتس جو كوم اون كمان ليتس جو نتغداو انا وياك. دفاك اصاحبي هاد المسلسلات المغرب ولا تعرف ليها بالله. فاش كتجي مرتي عيانه من الخدمه وكتلقاني موجد ليها الماكله اللي كتعجبها. الطاجين تاع القلية. المدام عرضت على المدير ديالها للدار وعيطات ليا نشطح ليهم. من بعد ما جات الزوجة ديالي الموظفة ولقات الغدا مالح. انا كنضحك على صاحبي اللي مزوج بربات بيت وما كدورش معاه باش يمشي للقهوه. سوي راسي سوي بي. انا فاش قال لي يا راجلي راه تيفكر حتى هو يخدم ويولي موظف. اصلا عندك شي قرب عليا ارون دا محتاج وما كان اصلا عندك وات ذا فاك اصاحبي منين جايبين هاد الفيديوهات. انا فاش غنتلاقى مع المدير ديال مراتي في الزنقه راه غادي منهم حق الله العظيم. الله يعزك والله ينصرك الله يعطيك الحجه امين حق الله العظيم الى خدام امين. شي راه حنا هادو ما بغاوش يدخلوا ولدي تستنى على الماكينه وكلشي الدنيا خشي داخل كلشي راه انا خاصني واحد غادي نفعل القانون خاصني واحد يحفظكم ويتطلع والله يرحم الوالدين راه كلشي خاصو يدخل بحال والله والله يرحم والله على سيدنا والله ينصر سيدنا الله ينصر جنابك الملك امين 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 والله عزك يا سعد القيد وديما عسكر في القبر. Anyway الدراري this is getting out of hand الدراري this is getting out of hand. Hello guys استحلفك بالله ان تشترك في القناة. فقد تحداني يهودي انه لا يوجد اي مسلم سيقوم بالاشتراك في القناة ولكن المسلمون سيثبتون العكس. شكرا جزيلا فضلا وليس امرا. دير سبسكرايب وجيم إلى بغيتي.